الحي الصيني تشاينا تاون هي منطقة لا تنام أبداً في قلب كوالالمبور، تعرف بالحي الصيني. يعتبر مغمور بعمق في الثقافة والتراث والتاريخ الشرقي، يعد الحي الصيني بلا شك واحد من أكثر المواقع السياحية شعبية في ماليزيا، ويتميز هذا الحي بأسعاره المنخفضة جدا من حيث السكن ومختلف السلع والمنتجات المختلفة التي تناسب مختلف الزوار لهذا الحي. من الرائع التجول في أرجاء الحي الصيني، حيث أنه دائماً ما يكون مليء بالزينة والألوان المبهجة، وفي معظم الأيام تقام المهرجانات الصينية الشهيرة التي ينال على إعجاب الزوار والسياح. أيضاً تقام العديد من الأنشطة المتنوعة في هذا الحي، والتي لها أصول في العادات الماليزية والصينية معاً. يقع الحي الصيني في قلب كوالالمبور في شارع بيتالينغ الشهير، وهو من أكثر أحياء المدينة نشاطاً على مدار الساعة. كما يتميز الحي الصيني بقربه من الكثير من المعالم السياحية المختلفة في المدينة. أماكن الجذب السياحي في الحي الصيني: تشتهر منطقة التسوق الأكثر شهرة في الحي الصيني على طول طريق يسمى شارع بيتالينغ، حيث تم تغطية المنطقة بالكامل بمظلة ضخماء خضراء اللون تحمي المتسوقين من المطر والحرارة أثناء النهار. يزدحم الشارع بالمحلات التجارية والأكشاك على طوله، ويقدم جميع أنواع السلع بأسعار رخيصة من سلع الأزياء إلى الطعام اللذيذ. أفضل شيء هو أنه يمكن التفاوض في الأسعار، فما زالت المساومات هي طريقة الحياة في هذا الحي. ولكن إلى جانب شارع بيتالينغ هنالك أيضا عدد كبير من مراكز التسوق حول الحي الصيني، مع 3 مراكز تسوق وسوق سياحي يسمى السوق المركزي الذي يلبي جميع الاحتياجات. أرابيكس كوالالمبور. مطعم أرابيكس كوالالمبور هو مطعم مريح بطراز الشرق الأوسط، يكتسب شعبية قوية من السكان المحليين والسياح في وسط مدينة كوالالمبور. الطعام هنا رائع والخدمة دافئة ودودة كما تتوقعون من عملية تديرها عائلة. يتميز بمحطة كباب عند المدخل، في حيث أن التصميم الداخلي المكيف هو عبارة عن تخطيط بسيط للمفروشات السوداء وأرضيات من البلاط، مع العديد من الأعمال الفنية ذات التصميم العربي. مقهى ولادة تشاينا. بعض الأجزاء القديمة في كوالالمبور تتدهور شيئا فشيئا، ولكن بعض المؤسسات لا تزال قوية تذكرنا بالشخصية التي كانت تحملها في السابق، وخير مثال على ذلك هو مقهى أولاد تشاينا، وهو مقهى يقدم أطباق البيرة أنكان اللذيذ بعيداً عن الزحام في الحي الصيني. يحتفظ المقهى بسحره الهادئ مع معظم المفروشات الأصلية التي لا تزال تشع بالداخل. توقع العثور على أثاث صيني قديم مثل الطاولات المكسوة بالرخام
التي لا تقل عن 100 عام. الحلي الصغيرة العتيقة توضع على الرفوف للبيع لأولئك الذين يرغبون في قطعة من التاريخ.